كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رقيت الغراك وي أقا الشارح قادر حد الحديث الغريب. غريب حديثي تعريف. يختار الناظم كما سيأتي أنه تاك ناظم سخارجني وتعريف حيو غلوينا تاك إذا حديث غريب من ضبوط ما رواه راو واحد فقط إذا تعن بريداتك وديت دو الحديث توقيس متفردا به إدويتش دو الحديث سوى شاة عم ديت نادورش تونسك تعمو داق لاتسا داس قيش نيقتدينا داتس سوى بديت داتس لم يتابعه عليه أحد سامو متابع إلى ياتنا حديث حكا فلسقيش نيقستينا داتس فقال لناظم سئلر وقل غريب ما روى راو فقط هذا غريب إذا تعن راويس تعن بريداتك وديس نقدوال ويعبر عنه بحديث غريب سنخ حديث غريب أو حديث فرد يتو غريب حديث حديث فرد أول يا تفرد به فلان أول يا أغرب به ولم يتابعه عليه أحد أول أو حديث فائدة أول إشتا إشتاش لسن حديث فائدة أغرسن إتأذى أربعا هدو هندات إراوي سشاة عم ديتن دويس شاة عم ديتن دويس شيء تعاوى أوتش تاقا إشتا لأن الراوي المتفرد به يفيد غيره به هندات إشاة عم ديتن دويس المتفرد راوي سعم شاة ديتن دويس حديثه هوكو نيق الحديث دو تشيس حديث وقيت بيد بون ديلا تنخ حديث فايدة اللي بوصو تاق والغريب إذا لم يروى إلا من طريق راو إلا من طريق راو واحد ليس له إسناد آخر كان غريبا مطلقا نجح سنة إذا غريب حديث تعنيك أحبي إزديت داته قي إسناد يأياتها إذا غريب مطلق دو سنة غريب مطلق وإذا روى من غير الوجه الذي تفرد به هذا المتفرد أم نجح غريب حديث ديتها قيش نيقت من غير الوجه قيش نيقت إزديت داته كان غريبا بالنسبة تلقى غريبا بالنسبة لس إلى هذا الوجه فقط بس وتعن راوي سديت ولا إي رواية غريب نسبي يويس بس أتنسيت إن يويس غريب بوش ترى الحديث أتنسيت بس مطلق داسكوز هذاك وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عند شرح الحديث الفرد ويتشحى حضور دوتنا تفصيل حيث يذكره الناظم رحمه الله ناظم سحق وليس سوى حقيقة أحسن تفصيل حيوله وقد صنف العلماء لهذه الحديث الغرائب كتبا عديدة تعالي من أخا غريب حديث دويتشا تنخى جين يشعزن عن بو كان موضوعها الغرائب والأفراد والفوائد أكتو جيني تيم نشأ جين أحيازن دك غريب حديث تاقى أفراد فوائد شدقية إي حديث دلون بو تسمع عن دكتير فمن ذلك تو جين يشاخ تو كنيغ شخيونا كتاب الغرائب والأفراد بوشتغا جين دار قطن سازن دون وفوائد تمام عند جين ومعجمات طبراني أوسط والصغير بوشتغا طبراني شيء معجم معجم الطبراني أو ثم تعقى معجم الطبراني الصغير معجم الصغير للطبراني معجم الأوسط للطبراني إشياء غرائب حديث دويتش دهون ومسند البزار إذا إشتا غريب حديث دويتش دهش دهون ويدخل في كتب الفوائد جميع كتب الأفراد لأنها بالدرجة الأولى فوائد
فوائد الوائد حديث فائدة أوتنا فعل إشت أجين إت يقدو يهون بوجين دول فأفر فرد حديث دويتش دولو جين إش دقي إت يقدو شتون بو بالدرجة الأولى تويسيس حالا وحا إت يقدو شتون بو تنبيه مهم تاقا واجن بريميجانيو اشترط الحافظ ابن حجر تويسيس خي وينا أوبشما ناظم لوش تكهدو غريب حديثة إذا تعن راويسة ديس لك دويس مثلا عمر بن خطاب عمر بن خطاب يرد تعم ديسنا تعن تابعي مثلا في إيوش تعم وديسنا داسكس مثلا سنة خمسة لنا غريب حديث أول تاقا إنس بلغل دايل شو دها بريمي چاني ويش تيدم دبهو يتشترهم دو اشترط الحافظ ابن حجر لوصف الحديث تحقى بكوني غريبا أو عزيزا أو مشهورا أو متواترا ابن حجر صبو حديث من حديثا تعكس لو تشين عوائز غريب حديثه يا عزيز حديثه يا مشهور حديثه يا متواتر حديثه يعني إلو تشينها بيحكم بو إيهو بيحكم بو تسوخواتينك تحقق تحقى تحقق هذا مفعول به ذو اشترط الحافظ بو اشترط الحافظ تحقق هذه الصفات الجسن تحقق هذه الصفة في كل طبقات الإسناد هذه الصفة مسو طبقة تحقيقية شبوتويس أحمل اختير كوت شخص حكوت حديث نشتنا مثلا غريب حديث تواجي تحن راوي سيتن تحن راوي سدويتش سنة جاكالي عزيز حديث تلاحا شن راوي سدويتش جاكالي شويس مشهور دلاح قام ويقال سول تودويتش تكدال ديش دويس يلشي طبقات شكا سنة جاكالت إبيهكم هو تين بو حافظ ابن حجر فإن زاد الرواة في طبقة عن أخرى اعتبر بالأقل أنا جا أحسن مثلا رواة سيبوش كامار بريداتش كشا ملوك عن طبقة يحا كيتالو سوبا لحا كيزغ دولا كيزغ نشا دور ربو كيزغ نش لا لارتاني لا لارتاني تو حديثنا حكم نوردو مثلا أنا عمر يد تعان تابعي توديتنا سوطي حا مثلا تعان تابعين كديتن جارة دقو ديتن السابعي عمر يرات عن تابعي توديسنا كتام وديسنا دات ام التابعين اتونغرا ما سيت موديسن هو تام برشوش ايت مو بريت مو ودراح اتع لور روبوت بالاقل يعني عبرة بالاقل بو نجا حسن سو تام وديسني تونغر ايميل دو كوم وديسنا اتع لور روبوت تا غريب دورسن نور ديسبو فمثلا إذا وجد إسناد فيه خمس طبقات مثلا وإن كاريتي تاع إسناد داش ياها بخي طبقات واش مثلا صحاب تابعين تاع باه كنا في الطبقة الأولى أربعة رواة يروون الحديث دو حروش طبقة تاعها وي بريداتش كوك حديث تيوتش وفي الثانية إسنان شولو طبقة تاع شي بيوات وفي الثالثة ثلاثة أقولو تنقحا قو مثلا وفي الرابعة والخامسة واحد تشتورتي بياتي طبقة تحت حمو بيدي وشتات نتشالوي سلطة عشي سلطة قو سلطة تع فبأي الأوصاف نصف هذا الحديث لكن سو حديثا مو قص الرضوي يا حديث صح مثلا ما سيت بيحكم شوش مكت يا حديث شمو ديسنا إذا شمو ديسنا دويس عن طبقة تحت يول طبقة إحداثة عزيز حديث تو إير دويس يقول طبقة إحد قارو أو استثنائي زي مشهور حديث تو إير دويس تكمل قصة إير دويس بو الجواب تنجب نقول هذا حديث غريب إذا غريب حديث تو إير دوي بو إنس غريب حديث تو هندولوي هندا دولك حافظ ابن حجر أهلا ديلا واعتبر بالأقل بس إيجورك إزغ دولا سو بيرداش كش إيجورك إزغ وغلور رو إيجورك إزغ ولا بيرداش كش حي وسرو تون كوت سالو دو إيجورك إزغ كش حمرا ويستي سنا جزا
سان رويس إذا غريب دو مثلا غريب دو يدك ويدك حديث يا مثلا نات سام دي اسنا دوش إيجور كيزك شيء خي شتاك عزيز دو يدرو حديث مثلا إذا حديث نقول هذا حديث غريب حديث غريب دو يدرو يبو لأن أقل أعداد الرواة في طبقاته هو واحد تاك هون دارتي سرواة إيجور كيزك نيجا إستعو ساعتها تعمو دي اسنا إذا غريب حديث دو والأقل هنا يقضي على الأكثر إزك توق وزا حدو كباش تعبوش بو أجي دو كباش تعبوش بو بوش كدو تعبوش بو بوش سنة عن هدو تو استاس سنة عزيز مشهور دو سورشة غريب حديث تو على كسكش تو بوردوك ولو وصفناه بالعزة يعني بكوني عزيزا أو بشهرة يعني بكوني مشهورا مثلا وي حديث عزيز دو أجي مشهور دو أجي ولك على هذا درس حديثك حديث عزيز من هدو مشهور من هدو لكان ذلك منتقدا في بعض طبقاته تاقا إذا تعيوت طبقات كحا يعزيز خلال تاقا يش مشهور خلال إذا دوخ خلال تنبوه وهي التي فيها عدد من الروات أقل من حد العزيز والمشهور هون دالشي سو تيبوش كان جحا عزيز حديثا هو تين بو بيحكم شل تاقا مشهور حديثا هو تين بو بيحكم ساشن يلو ابردلين يحا مثلا شيء قو امو ديت من ديت شرز تالا مكيزن يشم ابو بو ويا إذا عزيز دو عج هاتي تعرى ويسديت المدو تعرى ويسديت عزيز خلش مداس روي تاق سنة خا منتقد دو عزيز دو عخير دربو سن ديلا غريب دو أولويس ولو كان في بعض الطبقات راويان مثلا تعيولا سندحا يو تطبقات كاها شم وديتنا مثلا شم تبوها شي برداشكو وفي الباقي ثلاثة أقيس يو تطبقات كاها قو وصفناه بالعزة في حديثة عزيز غير دوي هند عزيز حديثة إذا شم وديسي دوي والعزيز ما رواه اثناني شم وديسنا دو عزيز شين بيرداتكو ديسنك لقى حدو غحقي تقامو مديسنا إذا حديث مشهور دو هون سور ويستاق مشهور قولو قو بيرداتكو ديسنك مشهور دو أولش مدروي أقوزا مشهور حديث دو هون سور ويحج اعتبر بالأقل ويستبقى وشكحا إقورك إزغل رواج حاويتشو إك إزغل رواج حاويتي تنا صفة تعرفشتو يحديث عزيز دو أولي وإذا فهمت هذا فهمت إتمنى حكيتي إتمنى حكيتي كده وردوي فهذا حيث أطلقنا على الحديث وصفا من هذه الأوصاف الأربعة إذا إزدي حديثنا كيس شخص عكس ويلوش خيانا مطلقا ويلوش خيانا عبد مثلا تواتر شهرة عزة غرابة ولم نقيد تقيد يشتوش وإذا مطلقا ويلوش خيانا عبد فإن قيدنا فلا يشترط هذا الشرط الذي تقدم أما تعتقد إن إدويتش دلحة مطلقا أول شطور تعتقد تاني إدويتش دلحة تعقي بيحكم خل بيش باتنك تويست أقل بوشطلة إذا دوحرة تؤدرك بمعنى بمعنى أي ألشي أننا إذا قلنا عن حديث ما هذا حديث عزيز وي مثلا قالش هرا منو تعن بلغة عن حديثها هذا حديث عزيز هرا عزيز حديثه قالش فيلزم لوصفه بهذا الوصف ما اشترطه الحافظ ابن حجر تاقى ابن حجر سكواتين بول بيهكم خل بيزون بو حديث عزيز دو آلتنخ وإلا اشتهيتي فقد يكون الحديث مشهور في بعض مشهورا في بعض طبقاته وعزيزا في أخرى وغريبا في ثالثة ومتواترا في رابعة تحقى وإشت إذا أحسن سألتي مثلا تحقى حديث مشهور هذو تعيور سن طبقاتك تعنى عزيز هذو تعنى غريب هذو ديور دو تحقى متواتر هذو
Sondere ve mutlakan olacak yani ha işte na'tabiru bil aqal. Yani el ibretu huna bil aqal. Min tabaka olacak ha aqal ve halati şeyhla aziz du qahla meşhur du sahla garib du. İza mutlakan olacak yani du sahta tiyeşt olacak. Das hin zwei Dienst und mesela mesela inna min a'malu bin niyyat bort al hadis tu. İza fa hadis gharib fi tabaqati fi taqa fi tabaqati sahabati ve tabi'in radiyallahu anhu. Sahab şi tabi'in şi tera tabaqati. Duha tabaqa sahab şi tuta tabi'in şi. İza hadis inna min a'malu bin niyyat bort al hadis gharib tu. فلم يروه عن رسول الله إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا جدير يتشنير سعن عمر سميدي سنداتيس ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي عمر يرى حديث علقمة سميدي سنداتيس ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي علقمة يرى حديث محمد بن إبراهيم التيمي سميدي سنداتيس ولم يروه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد. دقة إبرا دقة التيمي جرى إبراهيم التيمي جرى دي سنداس إذا يحيى بن سعيد سبي. وهؤلاء الثلاثة تابعيون. إنس إقاء تابعوا. دقة علقمة محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. إقاء مو يقوى تابعو إتسار هور مو بيردات تشينا تات سمو دش حدي اندويس تات عمر ير تسام ديتنا تو عمر ير دي تنغا تسام ديتنا تنغرا تسام ديتنا فالحديث غريب أو فرض بهذا الاعتبار إنس إيش توي دو حالي وطن طبقات لارجي إذ حديثة غريب حديثتو أم قيدا تنسيبوش كد عما يخي حديث حديثتو ثم رواه عن مثلا دوت احر ست يحيى بن سعيد ورقه يحيى بن سعيد تعم وديس نتيع سنة شكالت إلي دقونا وديس نتيع ثم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري جماعة كثيرة من الرواه أي يحيى بن سعيد دقو جماعة ديسنا دقونا ديسنا ووصلهم بعضهم إلى ما فوق المئة سنقر حديث ديسن وصعب وشارة إذا ستو برداتك وديسنا لا ديسنا فهو مشهور أو متواتر عنه هينسا إي اعتبار تان وإلارتي يحيى بن سعيد إذا حديث برش وإلارتي إذا مشهور حديث متواتر حديث تويس واختار التواتر الحافظ ابن حجر في الفتح الباري داقة إذا إشت المتواتر دوال حافظ ابن حجر خير نيس سندينا فها أنت ترى أن هذا الحديث تحقق فيه شرط الشهرة أو التواتر في بعض طبقاته تعيوت حديثنا طبقات كحا تابعين لخر بوتشار مثلاً إذ حديث يحا مثلا تنكوث دل تردوش تو متواتر دوال وندا چا يحيى بن سعيد يرى ستو تقوش و بيرداتشكو حديث جزا متواتر حديث خلشتو تاك إيش تحمون قعون تن نشالتو حديث يحا وشرطنا ورابط في بعض طبقات الأخرى تعيو طبقات كحا إزا حديث غريب دو وندا چا إيه ليش نير عمر سميت سديتنا عمر يرى علقمة سديسنا علقمة يرى محمد بن إبراهيم التيمي سديسنا تنقرى يحيى بن سعيد سديسنا تاك إن شاء الله سنة تبوت كلارشي إن حديثة غريبة لورشتا سنة يرى وقد يكون الحديث مشهورا باعتبار إحدى رواياته وغريبا باعتبار أخرى سنة يرى حديثة سنة تعالى مشهور خلال تنبولشتا ونيس تقيا ولارتي تقيت رواية لارتي إذا غريب كذا إيش أرشتون إذا حديث تعمتني أرش حديث حدا تنبون هر متن غريب كذا إيش أرشتون
أديحة إز متنا يورش حدين قيشني يقصى عدين دول حديث غريب مشهور كلا يشورش طبعا. فقد يكون الحديث غريبا عن أنس رضي الله عنه. أنس مثلا أنس بن مالك الحديث صح حديث إذا غريب حديث خلتان بوشتون سنقر سحمو بيديوش دوش. ونفس الحديث يكون مشهورا عن أبي هريرة. إز حديث مشهور هرون أبو هريرة تير. وقد يكون مشهورا عن الزهري مثلا ونفس الحديث يكون غريبا عن هشام بن عروة. إشت مثلا زهري قرديش الحديث مشهور خيل تام برشتون تابع وقف إشت هشام بن عروة قرديش تكيزة إز حديث غريب خلا إش برشتون. وهذا مبثوث في كتب العلل والرجال والتخريجات في كلام أهل العلم. إذا دارجن دعون بو هنسوى إيه ديت سندقى علل دويتش طول علتش دويتش طولو جاين يشكح تاقى والرجال تاقى بيرداتش كشي حولش دويتش طولو سارح عديس قوبو داش بق داش غوتوك إذا قيدو عني علم ما دوشا أدينا علم دوكس إذا جاين يشكح ديت سندوان يسبو. فإن أطلقنا الوصف فلا إشكال هو مطلقا تاع وصف نوش خير تشيتي تاع إشكالات هون بو بس أوبشي مثلا إشتا إشتا دو تاع حديث مثلا أوبشي بو وإذا نجا حسن تي بوش تاع موديت إن رايزا غريب حديث تون بس تاع بروبليم شون داس إشت ما يألش يا مثلا راوي مثلا تاع طبقة تاع شيم تام وقت بقى تعشم صوت عقام ديش تلاحة واعتبر بالأقل غريب حديثه مطلقا هو ديش تلاحة ربلي أما عند الكلام على رواية بعينها أم تع بريدران تع تيبوش كان حقي هو وجه كان كريت نطمي ديش تلاحة تجاه فلا نطلق بل نقيد تجاه وجالي يطلق يلي أصلا ما هو إذا تقيديه حديث غريب متحدث مشهور متحدث وتكون تلك الرواية إما متواترة أو مشهورة أو عزيزة أو غريبة نسبيا لا مطلقا. إذا رواية إذا تعبر دلون يوتشل رواية مثلا حالات مثلا عمر إذا إنما الأعمال بالنيات بوشتن حديثة إما تن رواية يوتشتوك مثلا إذا رواية متواتر خلون يا مشهورة خلون يا عزيزة خلون يا غريبة غريب حديث خلون نسبيا تويس أتنسيتين تويس عن جرجع يا نشالي تيبوتشكا غريب خلويس لا مطلقا تويس أوبشن ما مطلقا إذا غريب على تنقص نور ذات إذا حديث غريب درا تاكا نازمس ملا دادوش كدا ويقيتيت دادوش دوت شاريح وإذا ونداجي هو يتسع حقية مثلا تسع تعريف حقية دادوش أدم سيهلوك أسين طالب سيهلو سندينا تسع إتعان تعريف تان دعوهج وإم إتعريف مسو علمنا أن قرقع تسع يموتسن وقوة إش لينها أدو نازم سبايقون إسعان ديس نقدو على إي غريب حديث تقوز عموتسن سندير إهم سموتيتا سوميلا دادوسيس شارحو وين بيلغو دوكسيس الله ريز خليلسون فاستحقا چنبير بوي والحمد لله رب العالمين.